دلوقتي هنتكلم على اول نوع من الجوينت اللي هو اتفقنا فايبرس جوينت معناتها عظمتين جنب بعضيهم وما بينهم وبين بعض فايبرس تيشو. The articular surfaces are connected together by strong fibrous tissue and no movements are permitted. المفصل ده او المفاصل دي اللي هي الفايبرس جوينت ما فيهاش اي نوع من انواع الحركه. لو لقينا في المفصل ده في حركه يبقى معنى كده المفصل ده باظ او حصل فيه تلف لو ابتدت تتحرك. وهديكم مثال دلوقتي. المفصل بتاعتي اللي هي الفايبرس جوينت الامثله بتاعتها اول نوع اللي هو سوتشرز اوف ذا سكال. قلت لك العظم بتاع السكال اهو، ادي العظم بتاع السكال بينه وبين بعضه، ادي سوتشر ادي سوتشر ادي سوتشر، دول فايبرس تيشو بيربط ما بين العظم ده وبعضه، بيربط ما بين العظم ده وبعضه، وده العظم ده وبعضه، ده سوتشرز اوف ذا سكال. دي اللي هو ادي، شوف ادي عظمه ودي عظمه، والعظمه دي تلاقيها مشرشره كده والعظمه الثانيه مشرشره والاثنين داخلين في بعض وبينهم بيربط ما بينهم وبين بعض هنا فايبرس تيشو، دي اللي بيسموها سوتشرز اوف ذا سكال. تاني مثل من امثله الفايبرس جوينت دي في اللور ليمب، احنا عندنا في اللور ليمب هنا كده، دي العظمه دي اسمها تيبيا والعظمه دي اسمها فيبولا، دي في تيبيا ودي فيبولا. اللور بارت بتاع التيبيا مع اللور بارت مع بتاع الفيبولا الاثنين مع بعض متحدين مع بعض بفايبرس تيشو، ده اسمها انفيريور تيبيو فيبولار جوينت. دي مثل تاني من امثله الفايبرس جوينت. يبقى المثل الاولاني سوتشرز اوف ذا سكال، المثل الثاني انفيريور تيبيو فيبولار جوينت. النوع ده تبع الفايبرس جوينت بس بيدوله اسم اسمه سندسيموز. اللي يحفظها يحفظها، ما يحفظهاش مش مشكله عندي. المهم ان انت عارف ان الانفيريور تيبيو فيبولار جوينت ده عباره عن ايه؟ فايبرس جوينت، زيه زي السوتشرز اوف ذا سكال. النوع الثالث من الفايبرس جوينت اللي هو اتحاد التيس اللي هم السنان مع المندبل، ده المندبل اهو اللي هو الفك السفلي او الجزء المجزله الفك العلوي، بس خلينا ناخد المندبل اللي هو الفك السفلي. ادي السنه اهي او التيس، وادي الروت بتاع التيس، الروت بتاع التيس اللي هو جذور السنان. الروت بتاع التيس متحده مع المندبل مع الفك السفلي بفايبرس جوينت. هنا كده في فايبرس جوينت بيربط الروت اللي هو جذر السنه مع المندبل، دي بيدولا اسم بيسموها جومفوزس. جومفوزس دي مثل من امثله الفايبرس جوينت. هنا برضو ما فيش موفمنت، عارف لو السنه اتحركت يبقى السنه يبقى المفصل باظ. يعني لما السنه بتبتدي تتلخلخ ويبقى المفصل باظ، ما بقتش بقى هنا في هذه الحلقه فايبرس جوينت، لان الميزه بتاعت الفايبرس جوينت نو موفمنت. يبقى هنا دلوقتي الفايبرس جوينت يقول لك ايه؟ يعني ايه فايبرس جوينت؟ تقول له كلمتين صغيرين، اتنين بونز او البونز متحده مع بعضها بفايبرس تيشو. يقول لك اديني امثله، تقول له نمره واحد سوتشرز اوف ذا سكال، نمره اتنين انفيريور تيبيو فيبولار جوينت، نمرة ثلاثة الروت اوف ذا تيس مع المندبل او مع المجزلة. ده نوع اللي اسمه اول نوع من انواع المفاصل اسمه فايبرس